نقدرش نوصل نخدم في الصناعه التقليديه دي ونخدم في الفلاح. العزيمه تقدر كل شيء. مليانه صغيره ما نعرفش كيف الحاجه هذيك صندوق سبيسيون لازمني نعرف حتى جوي. نجم نخدم وتو زدت نجم نخدم ونجم نعطي. انا يلزمني نخدم خدمتي ويلزمني نريقل اموري بعد ما نكمل مدرج لي ونرتاح. من غير مجموعه ما نجموش نوصلوا لحتى نتيجه. لازم بالحق شويه افكار جديده. لبي وتركيا من منطقه الحيازه معتمدي توسانه معرسه عندي 5 صغار نخدم توا في الصناعه التقليديه. علمت وحدي عمري في الدار هي تخدم وتمشي ما تخلينيش في الدار نخدم نولي نهز نمشي برا نتبع بويا ساحب الغلم والحاج ونجي قريب للدار ونهز برا ندرب عليها ونخدم تعلمت وحدي. كيف سجلت؟ حرفين في الصناعة التقليدية عندي المقام تاعي وعندي من اللي بديت نخدم فيه عندي 10 سنين. قبل الحالفة هي كانت بالحق عند الناس الكل من أول الدنيا كانت حصيرة وبر. بالنسبة لي أنا فكرت في الحالفة أما قلت علاش ما يثمى الحصيرة موجود. بالنسبة لي خدمتي أنا كنت نخدم فيه بالصوف ونخدم فيه بالمرقوم ونخدم فيه بالمالية علاش لا ما نطوروش نخدمه بالحصير. سنة رئيسية عمري 23 سنة المشروع هذا مشروعي أنا عندي ديال في الألمان أنا خدمت فورماتريس يعني بلاش ديز لي طون أول ما مشيت للفاكولتي حاولت نعمل كلوب دالمون اللي هي حاجة جديدة الكلوب تطور بشوية بشوية والفورماسيون أنا فورماتريس أون لونغ ألمان فرونسي أونجلي.